رباشيدا. جاكرمن جاكنا. هذه الدورة على اسم شهيد زياد. نحن واثقون منكم أن تمشوا على عهد الشهيد زياد وعلى فكر القائد العظيم ساروك عبد الله أوجلان. واليوم يا رفاق، نحن كقوات سوريا الديمقراطية خلصنا من داعش كأكبر منظمة إرهابية في دول العالم، ونعاهد مدينتنا عفرين الذي قاوم وناضل وضحى 58 يوما كمعركة نحن ربحنا. نحن عاد شهداؤنا، ونعاهد خاصة الشهيد زياد، ونقول لكم سلكفتم به. على علمي وسلاحي وعلى كرامة الإنسانية وعلى كرامة الإنسانية وعلى شرفي وعلى شرفي أقسم 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 أقسم. رش مدبة رش مدبة أبوط وي صافي. الأكاديمية شهيد خبط ساكنين لذلك الأكاديمية شهيد خبط بروردي لشكري سياسي إيديولوجي همي بروردي غوري رخصني امددن لذلك جمار أفالي ما بينجي وحشت أفالبون دي بروردي خود شلو بينج رجاء دوام كرن بسر فكرة وفلسفة ريبر أبو همي بروردي سرنا في شهيدي أدبو انا وايرو پروردام مبدئي بو ام سركفتنيش حمي اول خطا خضعت لدوره تدريبيه اكاديميه شهيد خبط تعليم عسكري سياسي مشان نشط فكري وذهنيتي. الدوره كانت باسم الشهيد زياد. الشهيد زياد كان رقم ثاني قبل، استشهد في سبيل تعليم الطلاب المدارس، كان يفوق الغام المدارس نصح الرفاق بلا فوج كمان يجي يساوي دوره يتعلم اكثر يغير ذهنيته يتعلم سياسيه عسكريه. هاي كافه الرفاق، هاي الدوره 45 يوم تعلمنا فيها، اخذنا دروس سياسيه، اخذنا فلسفه القائد وفكره، وان شاء الله نمشي على طريق شهدائنا على تحرير ان شاء الله عفرين.